السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة شهر رمضان المبارك، سنعمل هذا الأسبوع على مشروع مشترك بين التربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات مع طلاب الصف الثاني، لتعميق الرابط بين تراثنا وديننا ولغتنا الجميلة في نفوس أبنائنا. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتنا وأعاده الله على بلدنا الإمارات وهي بألف خير. For this week, we are working in a shared project about Ramadan with the three subjects Arabic, Islamic and UAE social study. May this month be a source of peace, love and health for all our families. يا نور الهلال أقبل رمضان كريم. أنا مستعدة لشهر رمضان، كل عام وأنتم بخير. نحو السماء مترنما، لا لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان السلام عليكم طلابي الأعزاء، كل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك عليكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني أن أتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك عليكم الشهر رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بألف خير، ومبارك عليكم الشهر الكريم، وتقبل الله صيامنا وقيامنا، وتقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال. رمضان رمضان ليتك دوما قريب، ليتك